البث او الستريم قطع لسبب او لاخر، يمكن عشان الانترنت ضعيف، بس احنا هنكمل مع كابتن زكريا السيد والكابتن الجميله هدى والكابتن الاموره. في دايفرز يعني بنات، ما تفتكروش ان الدايفنج بس يعني حكر على الرجاله، لا في دايفرز بنات جميلين جدا. عايزه بس اوريكم، انا عايز بس اضيف حته هنا كده، ان افضل تلاميذ ليا ووصلوا وكملوا واحترفوا حريم. ايوه لا بس حريم، حريم ده احنا اسمها سيدات، ليديز ليديز. حريم ده عند العثمان للعدو التركي. انا ما عنديش عاده. راجل شغال. لا 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 بلدنا طبعا، بس احنا يعني مختلفين مع تركيا. صحيح صحيح. بالنسبه لي الرياضه يعني تجمع ما تفرقه الساسه. صحيح الحمد لله. ودي مش اي رياضه، دي رياضه في حب الطبيعه. طبعا طبعا طبعا. المهم ان من الكويت كابتن هنادي المزاعل، ومن كذا دولة تانيين برضو، ومن العراق ومن مصر ومن كل حتة في العالم العربي او في الوطن حلوة العربي. جدا. عايزين نشوف. بصوا يا جماعة دلوقتي ده كابتن صدام، يا رب يكون. بصوا هو ده كابتن صدام، مش كده؟ ده كابتن صدام لتحت المية، بينزل له بقى ناس اسيستنس مثلا يغيروا له البايبس بتاعت الاكسجين، او يدوا له اكل، او وشوفوا كان بيلعب شطرنج مع حد يعني. ساعات ناس اللي بيقعد تحت الميه ايام طويله فبيزهق طبعا، فبيمارس حياه حاجات كتيره من احنا بنمارسها في حياتنا، زي انه يلعب شطرنج، ما بيقراش كتب بقى، ما بيعرفش يقرا كتب تحت الميه، ما تعملش مع دومينو، مع دومينو ومع الشطرنج جرانيت. طب لو حد بيحب يقرا، هل اتعمل كتب خصيصا لل ووتر بروف نوتس زي اللي احنا بنكتب عليها ووتر بروف؟ احنا هنا دلوقتي في يلا يلا بار كافيه. يلا بار كافيه هو اللي بيعمل بث او متابعه مونيتورنج للدايفر المصري صدام كيلاني وهو تحت الميه. الكومباني اسمها فورتكس، فورتكس من اسكندريه، هم اللي ماسكين الفيديو والكاميرا. انتوا شركه زي ادفرتايزمنت؟ لا احنا شركه اروبيز، احنا بنعمل ريموت ليبريتد فيكل تحت المايه، اللي هي غواصات آلية تحت المايه، بس غواصات مش بتكون الاشخاص، بتكون غواصات احنا بنتحكم فيها من فوق. دي بتبقى سبورت للدايفرز، وبتبقى بتعمل حاجات ممكن تكون خطر على الدايفرز يعني، فبتسبورت الظروف دي. وغير كده بتراقب زي ما احنا شايفين كده، زي ما احنا شايفين الغطاس اهو دلوقتي بيعمل له ايه دلوقتي؟ هو ماسك له الفازلين عشان هو يدهن لنفسه. بيدهن فازلين عشان ايه؟ عشان ما يحصلش او شحوم، عشان التسلخات والميه المالحه والجلد والربر. في حاجات كتيره لازم نفكر. صحيح القصه بس مش انه يبقى تحت الميه التنفس، لكن كمان يحصل له، صوروا يعني لما حد يقعد تحت الميه في ميه ماء مالح ايام طويله جدا، فعرضه طبعا يحصل له انفلاميشنز وكده، فبيدهن بقى شحوم وحاجات عشان تبقى الى حد ما تعمل ايزوليشن بين جلده وبين الماء المالح ده. تصورين يعني ايه ايام طويله؟ هي حاجه اهم حاجه احنا بنحطها عشان الملح، الرمل، السلك، ايوه الاملاح والعفره اللي بتطلع، لان هي دي تحت الجلد وتحت الربر تبدا تعمل الشقوقات او التسلخات او الانفلاميشن. تمام. كنت بتقولي حاجه، ما قلت لك لا خلي ده ما نحكي. كنت بتحكي حاجه عن اللي بيعوق اللي بيغطسوا على اساس مش فاكره، كان بيحكي حاجه مهمه. اي حد هيتحبس في اوضه ليوم او يومين او ثلاثه بيحس بالعزله من كل حاجه طبعا. فاحنا دلوقتي اكبر حاجه متعرض لها صدام عزله الجرافيتي، ان ما عندوش جرافيتي. طبعا يعني كانه في الفضاء، كانه في الفضاء بالزبط.
انتوا عارفين زي ما يكون حد في الفضاء بيبقى مالوش اون ويت يعني، او الصفر او الجرافيتي مفيش جاذبيه، ف يعني يبقى فلوتنج. انتوا عارفين احساسك انت لما بتكون مثلا نازل بعربيه رامب كبير جدا في لحظه كده، او راكب ال 6 ويلز مثلا 6 فلاكس في امريكا في اسمها ايه المراجيح الكبيره دي، وانت نازل كده بتحس في لحظات ان انت ما عندكش انعدام وزن، اسمها انعدام، بتبقى مخيفه جدا. انا عايزه اوريكم على المركب بقى او الحته اللي فيها اللي اسمها الإضاءة. ايه ده كاك صغير ماسك الاضاءه بس. ايوه تمام، عشان يضيق الحته اللي تحت المايه. بصوا بقى اهو في البحر نفسه اهو، ده الجزء المنور هناك، ده الجزء المنور ده هو ده المركب او الكاك زي ما بيسموه، اللي تحته صدام الدايفر. شايفين؟ انا بس عايزه امسكي ده يا مي، حد يمسك ده لو سمحت، بس تخليك قريب مني عشان الهوت سبوت. عايزه اقرب لكم شويه، امسكي ده يا مي. شايفين ده المركب المنور ده؟ هو ده اللي تحته السباح او الغطاس اللي بقاله دلوقتي داخل في اليوم الرابع 104 ساعة تحت الماء بشكل متواصل، بشكل متواصل. فين الضوء يا مي؟ فين الضوء اللي كنت منوره؟ هنسأل دلوقتي عن الستاندرد العالمي. الستاندرد العالمي فيه سوري يا حبيبي. يا كابتن عايزين نعرف بقى دلوقتي، هو عمل 104 ساعة هو ان شاء الله يعني almost 104 احنا بنقرب يعني، انتوا بتحسبوها بالثانية، احنا بنقول يعني يعني 104 قول 200. الريكورد بتاعه كان 100 ساعة و20 دقيقة، فهو اوت افتر هيز اون كاس. فهو كسر الستاندرد اللي هو عمله قبل كده اللي هو 100 ساعة و20 دقيقة، دلوقتي هو في 104 تقريبا، 104 ساعة. الستاندرد العالمي 140 141 ساعة، أكتر رقم وصل. تركيش بيرسون. والله تركي. الدايفر اللي عمل ده تركي للأسف يعني، بس مش قبل منه كان ولاء حافظ قبطان بحري قبطان مصري. مصري قبطان بحري قبطان ولاء اللي قبل ده. أيوه. عمل كام؟ كان عامل 72 ساعة. لا 72 ساعة، احنا بنتكلم في 140. لا يا فندم، ها هو كان القبطان ولاء حافظ كان الرقم الدولي يعني قبل الشخص التركي، قبل يعني التركي ده تجاوز الدبل. الحوار في كذا حاجة، في امكانيات وفي تكنولوجي دعمت الراجل ده يعني. لا احنا ما نتكلمش كده، احنا بنقول ستاندرد عالمي. الرقم العالمي كام الان حاليا؟ 141 ساعة. 141 ساعة ده اقصى عدد ساعات استطاع انسان فوق الارض انه يقعده تحت المية متواصلة، في مية مالحة. بحر مفتوح. في بحر مفتوح، لان في كذا كاتدري، في صحيح سويمينج سوت، صحيح سويمينج بول، او في مية عذبة، او في تانك، طبعا اسهل بتبقى سيرفيس. لكن انت هنا في طبيعة ما طب هنا هل هو معرض للشاركس، معرض لاسماك قرش؟ البحر الاحمر، الخليج، العقبة، يعتبر من الاماكن النويزي، والشرق والقرش نفسه ما عايز مكان هادي، بيخاف من الاماكن النويزي، بيخاف من الدوشه، وما بيحبش المناطق الحاره. لكن ما فيش اسماك مثلا باركودا الحاجات الخطيره دي؟ اسماك الخطره هنا اللاين فيش والستون فيش والسكاربيونز، هي دي بس اللي بنخاف منها، لان دي اللي ممكن تاذي اي حد لو غلط وخبط فيها. انما قرش او باركودا وهو لابس بدلة آمنة مؤمنة، ان هو ما اللي معاه دي بدلة جافة كاستم ميد معمولة عشانه خصيصا في شركة في شرم الشيخ اسمها دي دبليو، وهم اللي صمموا له البدلة بتاعة الحدث اللي فات، وهم اللي صمموا له البدلة بتاعة الحدث دي. تمام. انت بتقول اللي عمل كسر او اللي عمل الستاندرد العالمي قبل التركي ده، قبل التركي ده كان مصري. مصري. طب وفين الروس وفين الناس اللي الناس دي بتشتغل في كاتاكريستان او بيعملوا جروب ايفنت، ما بيعملوش بيرسونال ايفنت. ده بيرسونال، ده شخص بيرسونال. وده صعب، ده صعب طبعا يا فندم. احنا مجموعه بنساعد صدام يعمل رقم دولي، صحيح. انما الروس عملوا
دايف جروب اعمق غطسه في العالم. اه 410 متر. احنا هنا بنتكلم في كام متر؟ احنا هنا بنتكلم اطول وقت تحت الميه. ما انا عارفه ده العمق كام. العمق بتاع صدام حاليا السرير حضرتك اللي شايفاه دوت فين سريره؟ داون. شايفين السرير؟ او ماي جاد ده السرير بتاعه. ده السرير يا جماعه تحت وبنشتمل عليه الرصاص. يبدا البدله اللي عايز تاخده فوق الحبال تسيبه او تمسكه يبقى نايم تحت الحبال. يعني هو بينام تحت الحبال دي. اول ما نشيل من على الرصاص بيبدا جسمه يخف والبدله عايز تطلع لفوق بيبقى مزنوق تحت الحبال وبياخد راحته. بقى في النوم يعني شوفوا بينام ده. عن طريق انه احنا بنمنع الجاذبيه انه يطلع لانه طبعا ضغط المايه خليه مفروض ضغط المايه خليه يطلع فوق فبينام عكسنا عم. يعني احنا والمفروض ان هو بيرسم على اللوحه دي بيرسم تحت. بيرسم ايه زي المباراه اللي فاتت بدا يحدد الخشب وبعد كده هيبدا يلون الجنب الشمال لما تنزل احنا بننام على السرير بالاون ويت بالوزن بتاعنا هو بينام انه يحط فوقه حاجه حبال عشان ما يطلعش فوق فيعرف ينام. متصورين يعني ايه 4 ايام تحت الميه؟ هو نص ساعه. بيرسم ايه هو صدام رسام؟ خلي بالك من الحبال نص ساعه 3/4 ساعه و هنا هنا بيرسم حاجات صدام. فين هو راح؟ دي هو ده اللوحه بيروح عند الالوان صدام هناك عنده فيه الالوان ودي المفروض اكبر لوحه تترسم تحت المايه ايفنت وزين ذا ايفنت حدث ريكورد جوه الريكورد. شايفين ريكورد يعني كومبليكيتد ريكورد يعني دلوقتي هو بيرسم تحت المايه هيطلع الوان ويرسم. او ماي جاد حاليا بيحدد بالقلم الرصاص. هو فين التلفزيون المصري من الحاجات دي؟ بكره ان شاء الله جاي ان شاء الله بكره التلفزيون المصري هيغطي ده بكره قناه ايه؟ I don't know I'm not the media okay I'm technician طيب الاوبريشن مانجر هنا بصوا سريره جنبه يا حرام ده السرير بتاعه شيء يعني اكسترا اوردينري يعني هنا بيطلع الالوان ده الدايفر او السب او الغطاس واحد من الاثنين واحد نازل له اهو واحد نازل له يديله حاجه او ينور له نور او يساعده شايفين دول بينزلوا 10 دقايق ويطلعوا مثلا صح؟ لا كل أكثر. واحد اقل واحد بيقعد ساعه ساعه ونص وفي ناس بتقعد ساعتين وفي ناس بتقعد 4 ساعات. طيب ينزلوا يعني يقعدوا كمان عشان ما يحسش بالعزله يجيبوا له اكل يغيروا له انبوبه زي ما انتم شفتوا يدوا له الايزوليتور ده الكريم او الشحم علشان الالتهابات يدوا له الوان يلعبوا مع شطرنج وفي غطاس تحت الميه بديفرنت ليفل واحد بيقدر يخش يساعد وواحد بيطلع يجيب الحاجات اللي محتاجينها او ينزل او لو في كل الناس بقى اللي انتوا شايفينها دول كل دول قاعدين علشان نوصل دول اصحابه دول ده النايت شيفت قاعدين اصدقائه علشان يضمنوا ان هو ايه يطولوا مده بقائه ونوصل طبعا طبعا علشان يوصل انه يعمل ريكورد كبير يعمل ريكورد لمصر ويجيب يعني ان شاء الله يعني رقم حلو لمصر او شوفوا قاعده الشطرنج باينه من هنا اكتر شايفين الشاس اللي في الجنب دي اللي جنب السرير دي الاقل دي رخام طبعا ثقيله جدا منزلينها عشان يلعب شطرنج عشان بيزهق طبعا بيزهق وقت طويل قوي وفي عنده جيم كامل جوه وعنده جيم طبعا وفي عنده رينجز وفي عنده عشان عضلاته لازم وفي عنده بايسكل الله عليك بصوا هنا بيرسم اهو صدام كيلاني الغطاس الدايفر المصري تحت الميه لليوم الرابع وهو على التوالي ولا 104 ساعة ان شاء الله. He's an instructor in two federation not just a diver. دي حاجة كبيرة يعني هو مدرب في اتحادين هو مدرب هو مدرب في اتحاد بيدرب غوص في اتحادين مختلفين. في اتحاد ايه وايه؟ في اتحاد سيماس وفي اتحاد اس اس اي. يعني كمان مدرب غطس مش غطاس بس وعمره كام؟ 33 سنة. 32 حد عارف اهو حد ندى تعتبر الميديا والفيديو يا استاذة كابتن ندى كابتن ندى دايف كابتن ندى دي اصل انا من شوية بقول لهم مفيش دايفرز بنات ليه؟ قالوا لي لا ازاي عندنا كابتن هدى وكابتن ندى شوفوا وعندنا جين انجليزيه برضو مشتركه في الحدث من وجين حلو ندى اهلا بيك نزلتي غطستي قد ايه اطول حاجه ليكي مشيت فين يا شباب يعني امبيريكال كده اطول حاجه اطول غطسه ولا اطول غطسه اعمق غطسه اكتر مده لا اطول اصل هي الغطسه يعني يوجولي بتتراوح من 45 دقيقة
ساعة ساعة ونص تحت المية حسب العمق وحسب التانكس كباسيتي. كابتن هودا بيطلع روحنا بقى بيقعد ساعتين وثلاثة معاك. يقعدوا بقى مع نزلوا مع صدام. وانتي قعدتي قد ايه؟ ساعتين تحت المي. بس الكلام ده كل شيفت اربع ساعات بتعمل شيفت ضعف. واو واو. يعني كل 12 ساعة بينزلوا مرة. واو يعني كأن اكتر من مرة في اليوم. ثلاث غطسات في اليوم. مينيمم غير بقى التكنيشن او السبورت بالتسع مرات. احنا ثلاثة. تسع مرات. احنا بالتلاتة على السطح دايف اوبريشن. زكريا السيد ومهران. مهران صادق. و بس طبعا صدام مونيتور 24 ساعة علشان اتنين تحت المية بيراقبوه واتنين وخمسة فوق السطح. اتنين غطاس ريدي واتنين اوبريتر للكاميراز وواحد ميديكال. وكانوا حاطين له ست كاميرات. الكاميرات طبعا بتبوظ بالوقت. عشر كاميرات دلوقتي فاضل خمس كاميرات. طبعا الكاميرات بتبقى يحصل لها دامج نتيجة اي حاجة. بريشر عالي اي حاجة اتخبطت اي امواج عالية عليها اي حاجة. فدلوقتي في خمس كاميرات مختلفة. بصوا الاسماك حاجة مدهشة جدا. هو بيرسم دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين بيرسم. عنده الوان وبيرسم تحت المية والسمك حواليه. يعني السمك عمال يلعب حواليه عادي جدا. بحسس بألفة شديدة معاه. طبعا هو بقى السمك خلاص هو بقاش عضو قض بالنسبة للسمك. ده اللي حاجة اللي هفتها مختلفة. احنا بنغطس بالعادي بيهربوا من عندنا سمك. بس دلوقتي احنا ننزل هم عادين معانا بيعدوا من جوه. خلاص اطمنوا ان انتوا مش كاتشرز. السمك عارف ان هم مش صيادين ما بيصطادوش. هم يعني هما بيحاولوا يحاكون السمك ويعوموا معاه. فخلاص السمك تآلف معاهم. زي الظاهره اللي هنا ان هنا القطط والكلاب في دهب ما بتجريش مننا ولا بتخاف مننا. مش زي القاهره لان احنا في القاهره ولايه الادب وبنعامل الكلاب والقطط بطريقه مش حلوه. فالقطط بتبقى كان بيتكون عندها حتى بتقول للنيو جينيريشنز ان احنا كائنات سافج وكائنات قاسيه وكده. القطه هنا والكلاب هنا تقول لها تعالي تجي لك وتطلع تقعد مع على رجلك زي ما انت شفته. شفته وكان فين؟ انا كنت في الغردقه ولا في الجونه. كنت في الجونه من اسبوع. انا قاعده كده لقيت قطه جت قعدت على رجلي لوحدها كده. الحاجات دي بتشوفهاش في القاهره. بالعكس انا ما باجي احط اكل للقطط في القاهره تجري مني مع اني بحط لها اكل لان هي اتعودت على الفزع. فنفس الحكايه هنا. الكائنات بتكون كود جديد او برمجه جديده على حسب المكان. اذا كان ناس محترمين كده لطاف زي كده اليمام اللي بتشوفوه في لندن وفي باريس لان هم عارفين ان الناس دول مش هيصطادوهم هنا ما بيحصلش كده. فنفس الحكايه السمك بيتصاحب على الدايفرز دول الغطاسين ويصبح صديق ليهم ما يهربش منهم تحت الميه. يعني شوفوا برضو احنا هنا صدام بيرسم. هو رسم حاجة قبل كده؟ رسم واحدة قبل كده بس حصل فيها بروكن عشان كده ما خدتش الميجرمنت الصح عشان ياخد بقى الريكورد. بس هو اصلا بيرسم كويس ولا ايش؟ هو سكتش كويس. سكتشر اوكي. انما مش رسام بنتر يعني. بس بيعمل مجهود حلو. طب يعني. وايه اللوحة موجودة على فكرة جوه هنا القديمة اللي رسمها ممكن تصورها. نشوفها برضو نشوف اللوحة اللي رسمها. طب ايه المادة النوع البينت اللي بي اويلي بينت ويمسك في اللوحة؟ اللوحه مدهونه اوريدي متاسسه ببنت عشان تاخد الاويل بنت وفي المايه ما تشربش ميه وتقبل البنت. يعني ده نوع من انواع مثلا الاكريليك ولا ايوه حاجات زي كده. والاويل ده مش الزيت بتاعنا بتاع الرسم التوال على توال. في عندنا السبير بارت 90 تمام او السبير كيوبينز. شوفوا السمك. بصوا الاسماك قد ايه والكائنات اللي تحت الميه معاه. شيء جميل جدا. دي الالوان اللي بيرسم بيها تحت الميه على اللوحه. بصوا انواع الالوان اللي بترسم تحت الميه. بس اوكي يعني
والماده نفسها اللي بيترسم عليها البينت اللوحه نفسها اللوحه نفسها دي بقى قماش قماش واخده برايمر او كريمي وبعد كده اويل بنت. زي التوال يعني او عليها ماده عشان تقبل الميه وكده تمام عشان تستحمل الميه وتقبل البنت اللي هيجي عليها في وسط الميه تمام. انا كان حد قال لي انه صدام هيخرج بكره وهيبقى فيه فيستيفال كبير بقى لاستقباله بعد بكره ان شاء الله. بس احنا بعد بكره بعد بكره الاربع ان شاء الله اكون موجوده ونلتقي بيه المين بلان 151 اور صدام في دماغه يعمل 151 ساعه يا رب عدى الرقم الشخصي بتاعه يعني هيقدر يعملها ان شاء الله. من وجهه نظري انا ومعرفتي بصدام هو ممكن يعمل اكتر بس احنا مش عايزين نعمل لا مش عايزين نضغط احنا عايزين نكسر نكسر الريكورد وخلاص. ومش بس كده احنا دلوقتي عدينا الفتره اللي عملناها وعدناها وعارفينها. احنا دلوقتي كله جديد علينا لانه جديد على صدام وقت زياده عن الريكورد بتاعه وقت زياده وحاجات زياده هتبان عليه نتيجه للوقت الطويل اللي تحت المايه. احنا لسه ما جربهاش معاه ولا هو جربها نفسه احساسا او او او, أو. فكل اللي من هنا ورايح جديد علينا وعلى صدام. طب لحد دلوقتي ما كتبلكوش ان هو زهق او كده؟ لا لا خالص. انا عماله اتخيل الوقت بيمر عليه ازاي بسبب الريبليسمنت دايفر وسبورت دايفر وانترتينمنت. احنا كل شويه حد بينزل له فود وكل شويه او طول الوقت في اتنين معاه تحت المايه. فاغلبيه الوقت اما بيبقى نازل فود بس مفيش كلام مفيش لا كلام الصوت الانساني ويسمع مش عارف يسمع مزيكا طبعا مش عارف يسمع حاجه صحيح محروم من التنفس محروم طبعا الحياه الطبيعيه. هو دلوقتي ده حاطط في بقه ده مش كده نفس بقه السكند ستيج او طب هو لما بينام بيلبس فول فيس ماسك وبيبقى عادي يتنفس من مناخيره ومن بقه لان كل كفر ومتغطي بقى تقي يعني شوفوا الرابع يوم تحت الميه على التوالي بقى تخيلوا ازاي يقضي وقت بيلعب جيم ويلعب شطرنج ويرسم زي ما انتم شايفين وياكل وينام وياكل كل المهام الطبيعيه تقريبا بيعملها ما عدا انه يسمع يتكلم الصوت البشري لانه بيحطط الدايفنج او الدايفر اسمه ايه السكند ستيج او المرحله الثانيه وحده التنفس وناس بقى دايما معايا ناس بتنزل وتطلع له طول الوقت زي ما وريتكم في الميه من شويه في مش عارفه الفيديو ده ولا الفيديو اللي فات. شيء عظيم جدا. يا رب ان شاء الله يكسر الريكورد العالمي ويعمل 151 ساعه ونفرح بيه ونحتفل بيه وطبعا هكتب عنه. ويعني لو احتجت اي معلومات هاخدها منكم بقى عشان اكتب عنه ان شاء الله. ربنا يخليكم. يلا افخروا بمصرياتكم لان مصر وادعوا له طبعا ادعوا الكابتن المصري صدام الكيلاني الدايفر وهنخش على صفحته وفي حاجات كتير ومعلومات كتير واسئله متجاوبه كتير ادخلوا على صفحته وشجعوا مصر وشجعوا ابطال مصر. هيز يعني هيرو شامبيون وفرحانين بيه جدا وان شاء الله اكتب عنه في مقاله واخد المعلومات الحقيقيه بقى بعد ما يخرج كده كمان اشوفه ولو في فرصه اني اعمل معاه تسجيل باذن الله. يلا love you bye.